المثلثات، فطاير، البيتزا. في البدايه قبل ما اقول المقادير، تعالوا بس هقول الوش بيحتاج ايه علشان ادخل دول الفرن يلحقوا يستووا ويطلعوا معانا، وبعدين بقى ايه نعجن ونحكي براحتنا ونشكل براحتنا. انا عندي للوش هنا صفار بيضتين، ودول واخده البيض بتاعهم عشان نعجن بيه، ومعايا شويه حليب، قهوه سريعه الذوبان. تمام، هرب الكلام ده كله مع بعضه وابتدي ادهن الوش. الاول هدوب القهوه، المفروض ان انا في البدايه ادوبها في اللبن وحطيتها على البيض على طول، فانا هحط بقى كله ونبتدي نقلب كله مع بعض. هو الافضل طبعا ان القهوه سريعه الذوبان عشان تفك معاكي بسرعه، دوبيها في شويه لبن دافين، وبعد كده ضيفي صفار البيض وقلبي كله مع بعضه عشان تاخدي نتيجه احسن. يلا بينا بقى واحنا شغالين بندهن المثلثات الفطاير البيتزا النهارده، تعالوا نقول المقادير. الحشوه معانا الاول، معانا ايه بقى في الحشوه؟ حد بقى كده ايه؟ يلا. عندنا كوبايتين من السوسيس ويكون متشوح علشان يبقى جاهز معانا على طول في الحشوه، وعندنا 2 فلفل رومي متقطعين مكعبات صغيره، وكوبايه من الطماطم متقطعه مكعبات، ويفضل ما يكونش فيها البذر اللي جواها علشان ما يبقاش فيها سوائل، وكوباية زيتون اسود متقطع شرايح، ونص كوباية جبنة موتزاريلا، وربع كوباية جبنة تشيدر مبشورة، ونص كوباية كاتشب، ومعلقة صغيرة معلقة كبيرة من الزعتر الناشف. دي كده الحشوة. الوش بقى اللي احنا قلناه وعملناه دلوقتي مع بعض، صفار بيضتين ومعلقتين كبار من الحليب، رشة قهوة سريعة الذوبان، هنقلبهم مع بعض زي ما شفتوا عملت كده، وبالراحة هبتدي أدهن وش المثلثات بتاعتي حبة بحبة كده عشان الوش يحمر ويلمع. عندنا كمان سمسم، حبة البركة، أقدر إن أنا أزين بيهم برضو وش المعجنات علشان يبقى طعم حلو وكمان شكل حلو. يفضل دايما ان احنا ندهن وش المعجنات بتاعتنا بعد ما تخمر، ونعملها او واحنا بندهن كده بالراحة وبخفة، مش عايزين نخرج التخمير والهواء اللي دخل نخرجه تاني، لا عايزين نحافظ عليه عشان يطلع معانا الفطاير هشة وجميلة. دلوقتي اقدر احط بقى شوية من الزعتر، زعتر ايه؟ حبة البركة. ممكن نحط زعتر على فكرة برضو هيدي طعم حلو، وشوية سمسم. فرننا شغال وسخن جدا على درجة حرارة 220، تمام، معجنات يعني لازم الفرن متسخن كويس جدا. وهبتدي احط، مش هحط النهاردة تحت بقى، في اختلاف هنا، هنحط على الرف الوسطاني لغاية ما احس انها ابتدت تاخد وتلون من الجناب، هشغل لها على طول الشواية تاخد لون من فوق. طب ليه ما حطيتش تحت؟ لان هنا الفطاير عندنا الى حد ما سميكة شوية، فمحتاجة تقعد شوية في الفرن علشان تطلع معايا مستوية 100%. يبقى على الرف الوسطاني على درجة حرارة 200 لغاية ما تاخد لون واحس كده انها احمرت، هعرف ده من الجوانب بتاعتها، هروح مشغلة على طول الشواية. لا زي الفل، نفس النظام التانية دي برضو ادخلها عشان وقتنا، هدهنها وادخلها على طول. تعالوا بينا بقى، احنا قلنا الحشوة، عملنا الوش، عرفنا ازاي بعد ما الفطير بتاعتنا بتخمر بندهنها وبنحطها فرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني لغاية ما تاخد لون ذهبي، واشوف كده من الجوانب هبتدي اشغل لها الشواية عشان تاخد لون من فوق. تمام، يلا بينا بقى نعجن. بس قبل ما نعجن تعالوا نقول مكونات العجينه. عجينتنا النهارده مقاديرها عباره عن كيلو من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدام، هنحتاج له نص كوبايه زيت، كوبايه حليب دافي، كوبايه ميه دافيه، كوبايه زبادي او لبن رايب، او لو ما فيش ده او ده كوبايه حليب، وهحط عليها معلقه كبيره من الخل. هحتاج كمان 2 ابيض بيض، معلقتين كبار من الخميره، 4 معالق كبار من السكر، ومعلقه صغيره من الملح. ويلا بينا على طول علشان نعجن. بسم الله. في البدايه هحط الدقيق زي ما قلنا، كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام ومنخول ضمانا برضو للنظافه. وادي معلقتين كبار من السكر، 4 معالق كبار من السكر، مع
معلقتين من الخميرة، عندنا الملح معلقة صغيرة، هقلب الكلام ده كله مع بعض. بعد ما خلطت المكونات الجافة دي كويس قوي مع بعض، عندي بقى الزيت والزبادي وعندنا اللبن الدافي. تعالوا بقى نضيف، المفروض كل الكلام ده بقى اللبن والمية يكونوا دافيين علشان يعجلوا معايا عملية التخمير. هحط كده اللبن الدافي كوباية، الزبادي، عندنا بياض البيضتين، احنا كنا خدنا الصفار دهنا بيه وش المعجنات بعد ما خلصناها، خدت البياض، وادي الزيت، ومعايا بقى كوبايه ميه دافيه هخليها في ايديا وابتدي اعجن وانزل بالميه حبه بحبه لغايه ما العجينه تلم معايا وتبقى قوامها لين، ما تكونش ناشفه قوي كده. ادي شويه ميه سخنه وشويه ميه بارده عشان اخد في الاخر الميه الدافيه اللي انا عايزاها. بسم الله، كل شويه كده نبص على الفرن علشان الفطاير اللي فيه. يلا بينا بقى نعجن مع بعض. هنعجن مدة ما تقلش عن 10 دقايق، بس عايزة اوريكم دلوقتي ان المقدار مظبوط، يعني مش هقولكوا بالشعرة بالظبط كده، المية والخليط مظبوط جدا، خدنا القوام اللي احنا عايزينه لين تمام. بس هي محتاجة طبعا علشان التجعيدات اللي فيها دي لازم ان هي تتعجن كويس جدا عشان تاخدي القوام المظبوط. ثواني، عينيا الاتنين، حاضر تمام. شايفين التجعيدات دي؟ احنا مش عايزينها، عايزين العجينة تبقى ناعمة وملسة. ده هيجي من ايه؟ من العجن، مدة ما تقلش عن 10 دقائق. حشوتنا زي ما قلنا مقدار الحشوة هنعمل فيها ايه. هبتدي اخلط المقدار الحشوة كله مع بعضه، نجيب بولة اكبر شوية. عندنا السوسيس متشوح علشان يبقى جاهز معانا، وعندنا كمان الطماطم بقى والفلفل والحاجات دي كلها والزيتون، نحط كله بقى ونبتدي نخلط. طيب عملت فطاير والحشوة بتاعتي فاضت مني شوية، ينفع احتفظ بيها؟ ينفع نحتفظ بيها في الفريزر تمام، بس يفضل بقى ما يكونش يعني فيها الطماطم. تمام جدا، ايه دي فطايرنا الجميلة اللي استوت. ايه الجمال ده، تحفة. قلبنا حبيبتي قلبنا كده الحشوة بتاعتنا كلها بالكاتشب بكل حاجة جاهزة كده، حشوة البيتزا معانا. تعالوا بينا بقى نشوف العجينة بتاعتنا هنعمل فيها ايه. زي ما اتفقنا بعد ما بتخمر كويس جدا ببتدي اقطعها كور متساوية، حوالي 8 كور. بعد كده هاخد رشة من الدقيق بسيطة على الرخامة بتاعتي وابتدي افرد العجين. بعد ما بكوره لازم نسيبها ترتاح 10 دقايق. شايفين لما بترتاح هتلاقيها بتفرد ما بين ايديكي بكل سهوله، رشه بسيطه كمان على الوش. وتعالوا يلا نفرد. هفردها دايره عاديه جدا، بسمك حوالي 2 ملي،
يعني تكون رقيقه لان انا لسه هنتنيها. واجيب قطاعه البيتزا وبالنظر كده هقسم العجينه نصين وابتدي اعمل ايه؟ شرايط. بصوا كل ما كانت الشرايط رفيعه ومتساويه كل ما الشكل النهائي بيبقى احسن. ركز بس في الجزئيه دي بتاعت التشكيل عشان تديك الشكل اللي انت شايفاه مستوي ده. اهم حاجه ما بفصلش الشرايط. بصوا النهايه هنا مقفوله والنهايه هنا مقفوله، ضروري جدا الموضوع ده. تمام نكمل. زي الفل. خلاص هبتدي اجيب النص ده على النص ده. تمام كده عملنا ايه؟ الفطيره نصين. هاخد من الحشوه، كنت محتاجه معلقه، هاخد جزء من الحشوه واحطه في النص. واخد كده واقفل. بصوا بقى معايا باينه الدنيا كده معانا كويس. شايفين الجزء ده انا عايزاه مقفول ليه بقى؟ علشان حشوتنا اللي فيها جبن ما تخرجش بره كده. واجيب الجنب ده كمان يبقى كده. عندي قالب اي صينيه، تشيز كيك، صينيه عاديه مفروشه زبده، هبتدي ارص فيها مثلثات البيتزا اللي احنا عملناها. شايفين المثلث؟ كل ده بقى بعد ما بيخمر بيبتدي التقطيعات او الشرايح اللي احنا قطعناها دي تفرد بعيد عن بعضها وتدينا الشكل الجميل ده. وزي ما بقول لك كل ما خليتي الشرايط رفيعه ومتساويه كل ما بيطلع معاكي الشكل جميل جدا. القاعده بتاعت المثلث هتبقى هي ناحيه الصينيه، حيطه الصينيه او الحافه بتاعت الصينيه، وال تمام، وراس المثلث لجوه. ايه رايكم نشكل واحده ثانيه عشان يبقى ايه الموضوع واضح وسهل قوي وبسيط، بس في النهايه الشكل جميل جدا جدا. بالظبط كده تحفه جدا. تعالوا بينا ناخد رشه من الدقيق ونفرد جزء او كوره تاني من العجينه. كل ما كانت العجينه بعد ما تتكور مرتاحه، واهم حاجه تبقى متغطيه بالشكل ده علشان وشها ما ينشفش. لو الوش نشف هتلاقي الوش وانت بتفردي كده بيشقق وشكله مش حلو خالص. تمام يبقى لازم الكور متغطيه. هنفرد بسمك يعني حوالي 2-3 مللي سمك رفيع، عشان زي ما قلت لكم من شويه ان احنا لسه هنسيبها تخمر، ولما بتخش الفرن كمان زي ما انتم شايفين كده بتعلى اكتر واكتر. بصوا معايا كده السمك بالشكل ده باين معانا خالص اهو. يلا بينا بقى زي ما قلنا كده هنعمل شرايط. موضوع سهل جدا، اهم حاجه ما تفصليهاش. حاضر عينيا الاثنين كده كلمتوني خليتوني فصلت الشرايط. بعد ما بنعمل نص الفطيره بالشكل ده بتني السليم على اللي احنا قطعناه، واخد من الحشوه احط في نصها كده، واجيب النص ده او الربع ده بقى احطه كده. شايفين حطاه بميل بحيث ان يبقى فيه عامل زي المثلث كده، واتني الحروف كويس او الزقها في بعضها كده كويس عشان تحبس لي الحشوه، واجيب التلت الباقي احطه بالشكل ده بس كده. وعلى الصينية زي ما قلنا القاعدة هي لناحية الحافة بتاعت الصينية والراس لجوه، راس المثلث لجوه، وهكذا لغاية ما اخلص بقية الصينية. هي بقى هتخمر وكله هيمسك في بعضه ويطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه بعد ما استوى. هبتدي افك كده الدنيا دي. احنا خلاص خلصنا. زي ما قلنا بعد ما بتخمر على طول بنبتدي ندهن الوش بالخليط اللي احنا قلنا عليه، صفار البيضتين اللي احنا حجزناهم من العجينه، مع رشه من القهوه سريعه الذوبان، وكمان بسم الله الرحمن الرحيم، ومعلقتين من الحليب. بنقلبهم ندهن الوش ونرش حبه البركه والسمسم. ما شاء الله بصوا الموضوع شكله بجد مغري جدا، يفتح النفس، تحفه. طب يلا نقدمها هنا. زي الفل، تسلموا وتعيشوا يا رب. طيب نفتح التانية كمان بالمرة حتى
نخليها مش محتاجين ان احنا بصوا بصوا. طب هنا هتبقى لطيفه جدا ان احنا نبينها. معلش لحظه هسلك بس الحروف. حالا حالا. بسم الله. انا عايزه اوريكم بس حاجه. بصوا بصوا معايا كده المثلثات بتاعه الفطيره عامله ازاي. بصوا العجينه من جوه عامله ازاي. شايفين شايفين العجينه هشه، تحسي كده ان هي كيك مش عجين. ما شاء الله بجد.